سؤال: ايه افضل نظام تشغيل او اوبريتنج سيستم للمبرمجين؟ هل هو ويندوز ولا لينوكس بتوزيعاته ولا ماك او اس؟ عايزين نعرف الفرق بين التلاتة، ولو واحد اشتري لاب تشتري طبقا لان هو يشغل انهي نظام، خصوصا ماك والويندوز. وعايزين نعرف الويندوز طبعا سهل انك تغيره للينوكس، او يعني الدنيا سهل، لكن ماك بيكون الدنيا فيه صعبة شوية، فلازم تختار صح من الاول وتعرف بناء على ايه الاختيار. خلينا بقى نبدا في الاكشن على طول، واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات مطور مواقع. اكيد لو سالت اي مبرمج محترف هيقول لك لينوكس وين ده مغمض. طب ليه؟ وبرضه معظم مهندسين الاي تي والشبكات ينصحك ان انت تشتغل بلينوكس، والسيرفرات كلها كمان مبنيه على لينوكس. اشمعنى بقى لينوكس تحديدا هو اللي الناس بتختاره او المبرمجين بيحبوا يشتغلوا بيه؟ اول حاجة الامان. كلمة الامان هي مفتاح السر، او كلمة السر الاولى لنظام تشغيل لينوكس. طيب ليه الامان؟ ايه اللي فيه يعني امنه عن الويندوز؟ مبدئيا لازم تبقى عارف ان لينوكس هو open source، يعني انت تقدر تشوف الكود المصدر بتاعه او السورس كود بتاعه، هو مفتوح المصدر اوبن سورس، بتعرف تشوف كل حاجه. طب ده حد هيجي يقول لي ده كده معناه ان الامان اقل، ازاي بقى الامان فيه هيكون اكتر؟ فكره ان هو اوبن سورس هتلاقي ناس كتير قائمه عليه بيحاولوا يكتشفوا ثغرات فيه عشان يقفلوها، عشان يوفروا بيئه عمل امنه ليهم وللغير. فبالتالي لو واحد بيدور على الثغرات ونقط ضعف فيه هتلاقي 10 بيدوروا على ان هم نفس الثغره دي عشان يسندوها، وبالتالي طبعا بينزل له ابديتس باستمرار بتساعده ان هو يكون بيئه امنه، بخلاف الويندوز اللي هو مقتصر على الديفلوبرز الخاصين بمايكروسوفت فقط، ومحدش غيره يقدر يعدل عليه او ينزل سكيورتي ابديت او اي نوع من انواع الابديتس عليه. فده اول جزئيه بتخلي اللينوكس هو بيئه عمل امنه. ده غير ان معظم الفيروسات بتكون exe files، واللينوكس في حد ذاته ما بيرنش ملفات exe، فبالتالي لو انت نزلت فيروس ويندوز بالغلط مش هيأثر معاك في اي حاجة. الماك او اس قافل على نفسه بدرجة اكبر كمان من ويندوز، وده بيخليه برغم السكيورتي فيه عالي بس مش سلس، والتعامل معاه مش سهل زي اللينوكس وزي الويندوز بشكل عام. تاني نقطة وهي سهولة تنزيل البرامج او سهولة استخدام اوامر فيه، بتنزل لك اي حاجة انت عايزها على طول. في ويندوز انت عشان تنزل برنامج لازم تفتح البراوزر بتاعك، تكتب اسم البرنامج اللي انت عايزه، تشوف له كمان كراك او اي وسيلة، او تدفع فلوس عشان ينزل لك بشكل رسمي، وممكن كمان تقع في ملف يكون متلغم بالغلط في العملية دي. لكن في لينكس الامر اسهل بمراحل، انت كل اللي عليك تعمله ان انت بتكتب sudo apt/get او شرطة get، بعد كده انستول وتقول اسم البرنامج اللي انت عايزه على طول، هتلاقيه نزل لك من الباكجست او من اللايبرريز بتاع لينكس مباشر على طول على الجهاز بتاعك، ومش محتاج تعمل اي اجراء تاني. فالموضوع سلس جدا في لينكس، والموضوع هتحسه ان هو امن بدرجة اعلى. دي تاني جزئية بتخلي المبرمجين يحبوا لينكس عن الويندوز، ده غير ان في ديفلوبمنت تولز او ادوات تطوير اكبر واكتر بكتير من الويندوز. يعني الويندوز بينزلوا برنامج برنامجين لمثلا حاجة معينة، لا انت ممكن تلاقي بدائل كتيرة جدا ليها في لينكس، وده بيخلي نقطة قوة تانية برضو لينكس بيتميز بيها عن اي نظام تشغيل تاني. تالت حاجة بقى معانا وهي حتة الريبوت او اعادة التشغيل. في الويندوز انت غالبا لو بتنزل برنامج تقيل او هيحتاج حاجات من الكيرنل او قلب النظام، بتحتاج تعمل ريبوت او اعادة تشغيل للنظام. لكن في لينكس هو الامر اللي انت بتكتبه sudo apt-install الحاجة او get install الحاجة وخلاص، عمرك ما هتحتاج تعمل له ريستارت مرة تانية. ده غير لو الكهرباء قطعت على ويندوز مرة مرتين 10، هتلاقي السيستم واقع منك وفي ثغرات كتير ومشاكل كتير نتجت عن فصل التيار بشكل فجائي عنه. لكن في لينكس في سيرفرات او في اجهزه شغاله بلينكس فوق العشر سنين، وعمرك محتاج تتنزل نسخه تاني او تضطر ان النسخه تسقط منك او الكلام اللي بيحصل في الويندوز بشكل كبير، وبالتالي هيوفر لك بيئه عمل مستقره مهما انت عملت ومهما حصل في الجهاز بتاعك، مش يعني عمره ما هيقع غير لو انت حبيت تغيره بنفسك.
كمان هو ما بياخدش مساحات من الجهاز في التمب فايل كتير اللي تخليه يتقل مع الوقت زي ويندوز. يعني ويندوز بتلاقيه بعد سنة سنتين بدأ يتقل معاك وبدأ خلاص يبقى بيئة عمل مقرفة مش عارفة تشتغل. لكن لينوكس عادي خالص بيشتغل معاك من غير أي مشاكل طول ما انت عامل له انستول، وحتى لو عايز تعمل له ابديت بتقدر تعمل له ابديت بسهوله بالوقت اللي انت تحدده عادي. والنقطه دي بالتحديد بتخليه مناسب اكتر للسيرفرات، عشان كده السيرفرات معظمها بيشتغل بلينكس. رابع نقطه معانا وهي التاسك سكيدولينج او التاسك اوتوميشن، كمان بيكون قوي فيه. يعني انت تقدر بدل ما تعمل الحاجه كتير لا تقدر تدي له اوتوماتيد تاسكس هو ينفذها على طول بشكل واسع جدا وبشكل اكبر وافضل بكتير من الويندوز. وده هيفيدك كمبرمج ان انت تقدر يعني مثلا تطلب حاجه معينه او كود معين انت كتبته مره هو يعمله اوتوميتد مره تانية، ما تحتاجش تكتبه من تاني او تعدل عليه او حتى تعمل عليه تيست كذا مره، هو هينفذ الكلام ده كله لوحده. خمس نقطه معانا ومن اقوى النقط وانا شايفها اقوى نقطه فيه هي سرعه الاداء وقله الموارد المستخدمه. ويندوز عشان يقوم بس ده ممكن ياخد لك نواتين او تو كورز من الانوية بتاعتك عشان يشتغل، لكن لينوكس غلبان يعني ممكن يشتغل بنص نواية عادي هيقوم يعني، وما بياخدش موارد ومساحة كبيرة من الجهاز، وبالتالي ده هيخليه افضل لو انت بتستعمل برامج تقيلة او دايما بتحتاج موارد الجهاز تكون حاضرة معاك بشكل اوسع، وده طبعا مطلوب اكتر في السيرفرات، عشان كده السيرفرات معظمها شغاله لينكس برضو. طبعا ده هيفيدك لو انت عندك جهاز قديم وعايز تعمل عليه برمجه حاجه متنقله لابتوب قديم او حاجه وعايز تنفذ تاسك وانت بره او حاجه، ويندوز ممكن خلاص تلاقي بعد شويه الجهاز ده مات معاك ويعني خلاص الروح راحت منه. لينكس ممكن يديله النبضه اللي تعمل له الحياه مره تانية. سادس نقطه معانا وهي سهوله رسائل الخطا. بما انه اوبن سورس الناس بتحاول تعدل دايما رسائل الخطا اللي بتطلع من النظام، يعني في ويندوز يقول لك ايرور كذا ويديك رقم وانت بقى تعامل مع الرقم، لكن في لينكس مع الوقت هتلاقي الرسائل بالرغم ممكن تكون صعوبتها شويه في البدايه بس مع الوقت هتلاقيها اسهل بكتير جدا من ويندوز ومحدده اكتر من ويندوز، يعني بيعرفك كمان ايه الحاجه اللي تقدر تحلها وتحلها ازاي، بيديك نصايح كتير وحاجات كتير والكوميونتي بتاعه كبير بحيث انه يقدر يساعدك لو في مشكله هتلاقيها اونلاين بكل سهوله. فيعني التعامل معاه في الاول هيبان صعب بس بعد كده هتحس ان هو اسهل كمان من ويندوز. طبعا انا ما بنصحكش بيه ولسه هنقول ان خليك تستخدمه او لا دي، بس ما انصحكش بيه لو انت معظم حاجتك جيمز وحاجات محتاجة EXE فايل، ويعني الجهاز ده مش مخصص للبرمجة بشكل اساسي او مش سيرفر. اخر نقطة عشان نقول برضو ايه الحاجات اللي تخليك تستخدمه او لا، فاخر نقطة معانا انك لما هتعوز تسطب لينوكس يستحسن في البداية ما تسطبوش على جهازك المباشر، لانه ممكن يعمل فورمات، ممكن تغلط في الانستليشن، هتعمل بلاوي، ممكن تخسرك حاجات كتير. جرب تسطبه الاول وتتفهمه وتتعلمه على فيرتشوال ماشين او جهاز تجريبي آلي، يعني حاجة سواء جوه جهازك الرئيسي او جهاز تاني خالص انت مش بتستخدمه قديم ومركون او حاجة يعني قديمة كده ما بتستعملهاش، او لو عندك هاردين جرب تسطبه على هارد بدون التاني، يعني تعامل معاه على انه حاجة الاول غريبة عليك. جرب مرة واثنين، جرب توزيعة واثنين، حاجات زي كالي، حاجات زي اوبونتو، في دورا، في منت، في حاجات كتير جدا، جرب توزيعات كتير وابدأ اعرف التوزيعة اللي هتكون مناسبة عليك في شغلك بعد كده، ومع الوقت هتبدأ تتعود عليه وهتبدأ تحبه، هتبدأ خلاص يعني هو ده يبقى بيئة العمل الاساسية بتاعتك لغاية لما تلاقي انك مش محتاج الويندوز، ساعتها هتقدر تغير للينكس. كده هل بقى أنا أنصحك بيه إن أنت تستعمله من البداية ولا لأ؟ بالنسبة لنصيحتي ليك لو أنت لسه في مرحلة التعلم اشتغل ويندوز، لأن معظم الكورسات والحاجات يعني مش هتعلمك إنك تتعامل مع لينوكس إزاي وتتعامل مع لغة البرمجة دي على لينوكس إزاي. طيب خلصت مرحلة التعليم وبدأت في مرحلة الشغل، هنا أنصحك تشتغل بقى باللينوكس بس زي ما قلتك اشتغل بيه الأول على جهاز منفصل أو على فيرتشوال ماشين، بعد كده ابدأ ادخل على الجهاز الأساسي لو خلاص بدأت تفهمه كويس جدا وعارف تتعامل معاه كويس جدا، لأن التعامل معاه في البداية بيكون صعب. في كورسات كمان أونلاين مجانية تعرفك ازاي تكتب كوماندز، ازاي تتعامل مع الكوماندز، أنواع التوزيعات، أفضل توزيعة، الكلام ده كله. فما تتعاملش معاه من البداية كده على طول بشكل مباشر،
غير لما تتعود عليه سنه سنه، لانه هتلاقيه فيه بعض التوزيعات مختلفه تماما عن ويندوز في كل حاجه. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش تشوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، واستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جايه، وانزل اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وعشان ما تبقاش من الهوايه.